اليوم جيت باش نقلب ونفحص هذه السيارة هذه اللي ان شاء الله بإذن الله غيجي الاخ من اسبانيا يشريها، اودي كو 5 يا سلام. ولكن ملي بديت كندور وكنقلب السيارة جاني واحد الشك بحال هاد السيارة شي بلايص فاتين مصبوغين، لهذا باش نتأكد عيطت لمولاها يجيب لي الماكينة ونكونتروليوها كاملة، لأن السيد غادي يخلي خدمته وغادي يضرب الكيلومتراج ديال هنا، خاصو يدي شي حاجة ما فيهاش الشك، وهذه هي النتيجة اللي لقينا. بابا السلام عليكم. اليوم اخوتي رحنا في مدينه هامبورغ الاخوه، اليوم جينا عند واحد الطوموبيل المعشوقه ديال الجميع اللي كيسولوا عليها بزاف ديال الناس، هي التيغوان، هي الاودي كو 5 الاخوان. الطوموبيل يا سلام في الابيض، اش نقول لكم، وجايبه الفول اوبسيونال اخوتي. المهم الطوموبيل هذه السيد ان شاء الله يا ربي الا كتب الله غادي يجي يديها من اسبانيا. كما كتشوفوا الطوموبيل اس لاين من برا ومن الداخل طوا اوفرو. الطوموبيل انا دابا اخوتي قبل ما كنجي ندير لكم لي فيديو راه خصكم تعرفوا واحد القضيه، كتشوفوا يدي موسخين في الفيديوهات، راه كنجي كندور على الطوموبيل وكان عيط لمولاها وكان وري حيت هو حيت عليه علاش جاي انا، حتى كندير كلشي عاد كنبدا الفيديو، راه نورمال الاخوان هذا كيعني بالله راني كنقلب الطوموبيلات عاد كنبدا، يعني ماشي راني انا جاي راكم عارفين نجيب الكومبلي، راه جاي نتمرمد باش نشوف السيد الطوموبيل ديالو. المهم الاخوان ولا عليك، هانتوما كما كتشوفوا معنا هاد السياره هادي الله يبارك، انا هضرت معاها كامله، السياره نقيه ديال بصح، نقيه ديال بصح من لهنا كما كتشوفوا ما كاينش حس الخبشه الاخوان. الجوا البنوات شو تبارك الله، شو بنوات باقين نوفو، عندنا لي جونط ديال 19 اودي شو تبارك الله وصل عندي هذه الاخوان، راها اوبسيون كما كتشوفوا كيتحل ويتسد الباب من لهنايا الاخوان، هذه راه اوبسيون الاخوان زايده في هذه السياره هذه. اس لاين كما كتشوفوا معنا، والسياره الاخوان ليد اوكزينو من الامام. المهم اخوتي هنا غادي نبداو شويه ديال لي بروبليم اللي مهم شتهم ومشيت عند السيد وفاريناها، غتشوفوا كلشي قدام عينيكم. اول حاجه جيت كنقلب من هنا، المهم الموتور الله يبارك دابا نوريه لكم، جيت كنقلب من هنا كما كتشوفوا معايا شت هذا الحريف هذا مرفوع شويه على هذا، المهم هنا كيتير الشكوك هنايا شنو خصنا نشوف هذا واش 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 تعاود تصبغ هذا، فاش بعدت عليه الصباغه ما كتبانش مخالفه، ولكن فاش كتبعد مزيان كتبعد كتشوف واحد التبيوطات صغيورين، فهمتيني واحد التبيوطات صغيورين، هذا شنو كيعني؟ انا عارف دوك التبيوطات تيكون بنادم خلاها تحت شي شجره وطاحوا عليه هذوك العيبات من الشجرات، فهمتيني؟ انا قلتها له قال لي وي راه عندك الحق داك الشيء كاين، قال لي ولكن انا نقدر نصبغها ب 200 الاورو هنايا، نقدر نصبغها ب 200 الاورو، ولكن علاش ما صبغهاش؟ حيت الا صبغها في ديك الورقه ولا في الانترنت خاصو يحط بالله هنايا راه مصبوغ ضروري اوبليجي عليه، هنايا في الالمان خاصو ضروري، يعني فاش كتكون انت عارف في القانون وعارف تشري الطوموبيلات في الالمان ضروري تيقول لك الطوموبيل ما دارتش كسيده، وضروري الا كانت شي بلاصه مصبوغه خاصو يقولها لك، الا هو عاود صبغ هذا ها هو غادي يكتبها ليه، وفاش انا غادي نجي نقرا بلا تما هذا راه عاود صبغ 90% ديال العباد غادي تظن بلا الطوموبيل دارت كسيده، 90% في العباد، لهذا هو قال لي شوف انا باغي نخليها بحال هكذا، يجي الواحد نبيعها كاع ديك الفلوس باش غادي نصبغها نزيد نقص شويه ونبيعها، ولكن بنادم ما يعرفهاش دايره كسيده، حيت راكم عارفه الطوموبيل دارت كسيده اخوتي كيطيح السعر ديالها، هذا هو هذا هو المهم. ودرت الاخوان مع السياره، السياره مزيانه كما كتشوفوا حتى من هذه البلاصه هذه، السياره تبارك الله وصل عندي واعره واعره ديال بالصحه الاخوان. جيت هنايا عاوتاني وهنا كما كتشوفوا بان لي هذا الحريف هذا شويه شويه خارج، قلت واقيلا هذا تصبغ بلاش نعرف واش تصبغ، خاصني نجي هنايا، هنا كما كتشوفوا راه كيبان شويه ديال الكولور كما كتشوفوا لهيه، فهمتيني بحال تصبغ. فالسيد قال لي شوف راه ما تصبغاتش، راه حيت داك البلاستيك هو تيخرج من المصنع كحل وعاد كيتعاود يتصبغ بالبيض، وداني لديك الطوموبيل اودي صراحه نفس الحاجه، ولكن السيد قلت له خصك توريني ما كاينش، لهذا مشى جاب الماكينه ديال الصباغه وبدينا كنقلب. دابا الدراري ها هو جاب لنا الفيديو كيورينا اختي بلا الطوموبيل عندها صباغه دوريجين ما كاينش شي حاجه. 56 خاصها الا طلعت فوق 130 عاد كتكون بلا 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 راه تعاود تصبغات. 58 يا يا 51 70 هذا صوبه كان 100 زين يا 200 حيت هذا عاوتاني كاينه السخونيه، السخونيه ديال الموتور كتجي يا وهو مدير من الالومنيوم وحنا غنكملوا. المهم اخوتي دابا غتشوفوا معنا السياره من الداخل، السياره
نقية الله يبارك كما كتشوفوا كل شيء باقي نقيقي. عندنا الكفرة الإخوان كيتحل أوتوماتيك وهانتوما الحباب إسلاين من برا ومن الداخل الكراسي الفئة ديال الإسلاين كما كتشوفوا تبارك الله 170,000. شو السيارة كيفاش باقا نورمال واحد شوية ديال تكماشة الإخوان كاين في الكوير حاجة عادية. هذا هو الفولو شوفوا تبارك الله وصل عند الإخوان السيارة هانتوما الفولو ديال الإسلاين. السيارة هادي كتكون فيها دوك اللعيبة ديال باش كتحط النضيدرات وهنايا الطوا أوفرون تبارك الله اللي شاد السيارة كاملة النقاء حتى من اللورا الإخوان ما حتاش يعني نوريكم ولكن ما كتشوفوا جربت كل شيء خدام كل شيء مزيان الإخوان. هنا واحد اللعيبة أخرى هنايا أوبن كما كتشوفوا عندك فين تحشي لا كارت ديال التليفون ولي كارت ميموار الحباب كل شيء خدام كل شيء هو هذاك. دابا غادي نمشيو نضربوا واحد الله على الموطور أخو على بركة الله. هنا عندها يستار الله يبارك الله يبارك الله يبارك. هنا الضوء الاوتوماتيك الله يا رب الله ولكن ما كتشوفوا يعني كانت شي صباغه راه غتبان لك راه قبيله جاب هو الماكينه ودار معايا كامل على الطوموبيل ما كاين حتى شي حاجه الله يبارك اخوتي. ها انتم الحباب السياره قلبتها نقيه ما نحتاجوش نهضروا نقيه ديال بصح. هادو حاجه عاديه كيكون الصداع على حساب الهوميديتي وهاد المطر ملي كيديروا تيكون الاخوان رقيق ماشي شي حاجه غليظه اللي غادي تشد. ها انتم هذا الفار ديال المانيا ضروري بزاف دمدو فيهم الفيران هذا غتلقاه موكول. ها هو جاي مقصيت هذه البلاصه هذه هذه حاجه عاديه ديال راسك بحال ما شتيهاش مي حتى ما باقي راه مزيان. المحرك 4 ديال السيلندرات 190 الخيل حاجه زوينه كاع لي سيرفيس الاخوان تقريبا 95% داروا عند اودي الوريقه ديال اودي الكونترول ديال اودي كلشي الاخوان كاين الله يبارك. السياره ما عندي الاخوان ما نقول يا سلام. عند هذا الفولو هذا سبورتيف وراه حنا حاطينه في الموديلات سبورتيف يا سلام. الحاجه الخايبه في المدن الكبار هو فاش كنجي نجرب شي طوموبيل ديما كتلقى الزحمه بزاف ما كتقدرش تسير الطوموبيل على حقها وطريقها ولكن الطوموبيل باينه تبارك الله وصلى على النبي طوموبيل كتسمعها في لي دودان عارف يعني وليدا كنعرفوا الحمد لله الطوموبيل نقيه غير نركب فيها نزيد 200 متر ونعرفها طوموبيل ناضيه. دابا الاخوان غنعطيوها شويه ديال الطريق هنايا الله يبارك كما كتشوفوا باش نتيريوها. ها انتم الطوموبيل يا سلام يا سلام يا سلام ناس اوتو فيزو. نديرو الكونترادا مسلمين الحمد لله شوفوا تبارك الله الحديد هانتوما عند المسلمين الدراري الله يعطيهم ويزيدهم فاخر الاخوان لينا بحال هكذا والله شوفوا تبارك الله هانتوما. المهم الاخوان صافي اخوتي السياره تباعت السياره مشات جربناها كلشي بخير. السياره الاخوان في مدينه هامبورغ المدونه الاخوان يعني باش نصاوبوا دوك البلاك الحمر ديال ترانزيت كل مدينه كيفاش كاين قلت لكم هما خصك الموعد ولكن في المدن الكبار بحال هادي الاخوان فرحنا دابا في تيكون العدد ديال السكان ديالهم 6 المليون نسمه 7 المليون هنا الاخوان راه كيبقى الموعد 3 سيمانات 4 عاد كتشد الموعد يعني الاخوان نشريو دابا السياره وما غادي نكتبوها حتى ما نعرفوكاش. لهذا هو مول الكراج يكونوا عنده البريفات اللي كيخدموا معاه تيخلص كثر بحال دابا حنايا البلايك غادي نصاوبوه ب 250 هو غيصاوبهم ب 500 غيزيد 250 اخرى ولكن غتوجد للسيد في سميتو في 3 ايام ولا 4 ايام. لهذا صافي هو غادي يقاد كل شيء غادي يركب له بلايك السيد ان شاء الله يا ربي غيجي من اسبانيا غادي يديها وغادي يمشي. السلام عليكم خويا ياسين صافا لاباس عليك كلشي مزيان. ها هي المعشوقه الله يبارك الله يحفظك وطرت دابا بها تقريبا شي 500 كيلومتر انت كلشي هو هذاك داكشي اللي شفتي وقلتي لي هو اللي كاين الله يحفظك وكنشكروك كون ماشي نتايا ولا شي حاجه كاع ما نديرو هادشي سهلتي علينا واحد الماموريه كبيره بزاف الله يحفظك قضيتي لنا الغراض انا ما عليا جيت هنايا خلصت الفلوس وديت السياره. وبالنسبه للاخوان اي واحد تيقف هاد السيد راه الله يعمر ليه الدار انا عاود لكم الاسطوار ديالي انا راه تكون كنت معاه في الواتساب ما كنعرفو ما والو شفت السيارة قلت له بغيت نشوف هاد السيارة والسيد ضرب مسكين تقريبا شي 3 ساعات مشى شافها قال لي راه هي هادي كلشي مزيان هضر ليا مع السيد تفاهمني معاه في الثمن وحتى السيد مو السيارة الله يعمر ليه الدار حتى هو ساعدنا تكلف لينا بالبلايك وكلشي. المهم انا نزلت هاد النهار في المطار شديت الطاكسي وصلنا حتى للكراج خلصت السيد لقيت الطوموبيل ديالي واجد جاب البلايك كلشي هو هذاك. ايوا كنشكرو هاد الاخ ياسين والاخوان تيقوا فيه بعينيكم مغمضين. يلا تبارك الله عليكم والسلام عليكم.